أتيت إلى مكة للعمرة، وقبل الإحرام نزل دم من والدتي وهي قد بلغت سن اليأس، فدخلت مكة ولم تنوي العمرة، فإذا انقطع الدم ماذا نفعل؟ هل عليها عمرة وعلى محرمها عمرة أخرى أم ماذا تفعل؟ هي مخيرة، بغت تأخذ عمرة، بغت تأخذ عمرة وهي ما نوت العمرة يوم تجي، ما نوت عمرة لكن نوت في مكة، تطلع للتنعيم وتحرم من التنعيم بالعمرة، وأنت بالخيار إن شئت تأخذ عمرة ثانية وإن شئت ما تأخذ. وإن كانت يوم تمر على الميقات وهي ناوية العمرة لكن تركت الإحرام من أجل الدم، هي لازم ترجع للميقات، إذا أرادت عمرة لازم ترجع للميقات وتحرم منه. نعم نعم.